اكو بعض الأنظمة السياسية تريد المجتمعات مجتمعات مستنسخة، الكل يلبس لباس واحد والكل يفكر بنفس الطريقة والكل يمشي على نفس الدرب والكل يتكلم بنفس الكلام، وماكو أحد لا يتدين بدين آخر ولا مذهب آخر ولا يفكر بتفكير آخر ولا حتى يلبس ثياب غير الثياب المعتادة، لازم الكل صبة واحدة كلهم يصيروا دولي. طيب هذه الحالة من الاستنساخ للأفكار للأديان للمذاهب، أن يكون المجتمع كله على شاكلة واحدة ليس صحيحا ومخالف للسنة الإلهية. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ألسنتكم وألوانكم والأفكار مختلفة والتوجهات متباينة والرغبات متعددة، انت تجي تريد ترجع الناس كلهم يصيروا على مذهب واحد، كلهم لازم على مذهب واحد يشتغلوا، كلهم لازم يتكلموا بطريقة واحدة، كلهم لازم يعبدوا ربهم بطريقة واحدة، كلهم يلبسون نفس اللباس، هذا ما ممكن، لا يمكن وليس بصحيح. الصحيح هو أنه المجتمعات اللي فيها تعدد في اللغة كل خلي يمشون على لغته، ماذا كردي خلي يستخدم لغته الكردي، ايش عندك تلزمه إلا لازم تتكلم باللغة العربية، ذاك أمازيغي خليه يتكلم بلغته الأمازيغية، إيش معنى لازم تلزمه وتحرم عليه وتحاربه؟ صارت حرب في هذه الدول، حرب على اللغة المحلية. هذا الشيعي يريد يمارس عباداته ويمارس عقائده ويمارس شعائره بطريقته، أنت شكو لازم تمنعه؟ هذه طريقته في تحصيل الجنة وسعيه إلى الله بهالطريقة يعتقد فيها، لا لازم تروح على طريق آخر، هذا غير صحيح. أي مكان رأيت أن هناك حرية دينية للناس بل حرية ثقافية، يعني الناس يقدرون، هذا افترض لو فرضنا مثلا في مجتمع ملابسهم الشخصية غير هذه الملابس وانت تجي تمنعهم، انت قاعد تتحكم في حرياتهم، تتحكم في ألسنتهم، تتحكم في عقيدتهم، تتحكم في شعائرهم، تتحكم في ثقافتهم، تتحكم في ما يأخذون وما يتركون. هذا من أسوأ أنواع الطائفية التي قد توجد هنا أو هناك.